السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رضا الحسناوي الرئيس الجهوي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة. أحييكم وأرحب بكم في هذا الفيديو القصير اللي باغين نوضع مهنيي نقل المستخدمين خصوصا بمدينة طنجة في الصورة حول موضوع توقيف رخص شركات النقل المستخدمين الذي كان قد أقره سيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة قبل سنة ونصف. المهم باختصار شديد، اليوم هذا الاجتماع هذا اللي حضرناه كمرصد وطني للنقل كان هذا الاجتماع بطلب من ولاية طنجة، وطبعا الطلب هذا ديالهم جاء بناء على العديد من الطلبات والإلحاح ديالنا كمهنيين ديال النقل حول حول وضع نهاية لواحد الإشكالية كانت كيتعرفها المهنيين ديال النقل المستخدمين في مدينة طنجة ملي وقف السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة تمكين الشركات من الرخص ديال النقل، رغم أن دفتر التحملات في وزارة التجهيز والنقل يتيح لكل من يريد أن يستثمر في هذا القطاع أن يؤسس شركة وكياخذ رخصة. لكن بعد العديد من الحوادث السير اللي عرفها القطاع ديال نقل العمال في مدينة طنجة قرر السيد والي في ماي 2019 قرر باش يوقف منح الرخص لهذه الشركات، هذا بقرار ديال الوالي. فبقات واحد العديد ديال المهنيين كانوا العدد منهم شاريين مركبات، كانوا اللي شاري بالوكالة، كانوا مؤسسين شركات ديالهم قبل هذا التاريخ هذا ديال التوقيف، وتفاجؤوا بهذا التوقيف هذا، وبالتالي بقوا معلقين، عندهم شركة وما عندهمش رخصة ديال نقل العمال، وعندهم مركبة اللي شاريها بكريدي وغير ذلك، وبقوا موقفين. وعلى مدى السنة هذه مع هادشي اللي عرفته كورونا كنا دائما يعني نتواصل مع ولاية طنجة ونطلب منهم يعني وضع حل جذري لهذه الإشكالية هذه، وباش يوقفوا هاد الموضوع العالق ديال الرخص. هو الحقيقة كاين بزاف ديال الفئات، كاين الفئة اللي عندها مؤسسة شركة قبل ماي 2019 وعندها مركبة وما عندهاش رخصة، وكاين الفئة اللي مؤسسة شركة قبل ماي 2019 وما عندهاش مركبة عاد كانت كتفكر تعمل مركبة، وكاين فئة اللي جارية بالوكالة باسم شخصي وما مؤسسش شركة قبل ماي 2019، فالعديد من وكاين شركات اللي مؤسسين قبل ماي 2019 ومأجرين حافلات. بالتالي هاد الموضوع غادي يفهموني مزيان فيه المهنيين ديال نقل المستخدمين، وبالتالي هاد الفئات هادو كانوا دائما مطروحين باش نفكوا لهم هاد المشكل هذا. طبعا الاصلاح ما كيجيش في دقه واحده، ما كيحلش المشاكل كامله في دقه واحده، كنحلوا شويه بشويه. كنا قبل 4 و5 اشهر باجتماع مع الولايه وبتنسيق معها ومع المهنيين تم فتح الباب ديال الرخص للشركات اللي عندها 5 طوموبيلات. اليوم تم الاتفاق على منح الرخص لأي شركة تم تأسيسها، اسمحوا لي قلت بأنه تم اليوم الاتفاق على منح الرخص لأي شركة تم التأسيس ديالها قبل تاريخ 30 ماي 2019. أعيد، تم الاتفاق باش أي شركة في مدينة طنجة مؤسسة قبل 30 ماي 2019 ولكن يكون عندها مركبة ديالها سيتم اعطاؤها هذه الرخصة ديالها، هذه تاخذ الرخصة ديالها إذا كانت مؤسسة